تفضل. هل وجود مدربك سيرا احد اسباب بقائك في الاتحاد وانتم من نفس البلد؟ Bueno, no sabemos si él va a continuar dos años también. أنا لا أستطيع التأكيد لأنه لحد الآن مش عارف راح يستمر معي سنتين ولا لا. ولكن para mí sería perfecto si él se queda porque وجوده راح يكون جيد جدا بالنسبة لي لأنه يعرفني ويثق في ويثق في مستواي ويعرفني بشكل جيد منذ صغري لذلك أفضل يكون معي ولكن ما في شيء مضمون في كرة القدم.